angle, right angle. ممكن ال angles of rotation وال angles of elevation يجي لك application فيه بس التريبل ما يكونش right angle التريبل. تتعامل ساعتها بالساينجل أو على حسب الكيس بتاعتك. على حسب الكيس عندك two sides and one angle ولا three sides ولا two angles and one side. على حسب أنت بقى بتحركك عشان تشوف الكيس المعين. الرسمة تكون ازاي؟ لازم تتعلم الرسمة دي لو صح هتخلي لك المسألة صح لأنك هتلاقي نفسك تتعامل مع تريجر في منتهى السهولة. هرجع تاني للإيه؟ للكوشن للجروب ده جميل عربي. قال لك في إيه؟ في بالون. في إيه؟ بالون وعالم أرصاد مش فاكر الكلمة كانت إيه؟ أيا كان يعني الراجل قاعد أول حاجة أنت تعمل إيه؟ تعمل جراوند. تعمل ايه؟ الجراوند. والجراوند بتكون ايه؟ هوريزونتال لاين. دي حاجه مفروغ منه. معايا؟ يبقى اول حاجه بتعمل الجراوند اللي بتكون هوريزونتال لاين. وبعدين بنشوف ايه بقى الحاجتين اللي راصدوا بعض، الراصد والمرسوم. تمام؟ عندي بقى خد بالك عندي هنا كان في المساله في بالون. ايه البالون؟ هاير زي الجراوند. مرتفع عن الارض. على الارض في ايه؟ هي الستيشن بتاعت الرصد، محطة الرصد. مش هترسم محطة بقى، انت هو كل نقطة. كل اوبجكت عندي هو بوينت اصلا في المثلث بتاعك، انا بس برسم كده، لكن كلهم بوينتس في الاخر. مين رصد مين؟ والله ما هتفهم. صحيح؟ لاني الانجل اوف اليفيشن اللي المحطه هتوصل بيها البالون هي نفس الانجل اوف ديبريشن اللي البالون هيوصل بيها المحطه. فانت بترسم واحده بس فيهم براحتك، الاثنين متساويين. تروح انت عامل ايه بقى؟ عامل ستريت لاين بين التو اوبجكت دول وتروح عامل الانجل اوف اللي انا هعملها دي انجل اوف ايه؟ دي اليفيشن على اساس ان المحطه رسم البالون وهي نفس الانجل. ايوه بالظبط بتساوي التاك. تمام؟ راحه كانت كام؟ كانت 41 42. تمام؟ تروح انت عامل ايه بقى؟ شوف هو سالك عن ايه؟ بس هو في معضل اقول لك تاني. ده الديستانس بتوين البالون وبتوين الستيشن. تمام؟ انت 1800 متر. ايه المطلوب؟ السؤال عن ايه؟ الهايت. الهايت اوف مين؟ لا اوف ده بالون طبعا. هي الستيشن هايت على الارض اصلا دي مبنيه عليها. يبص عندي الهايت بتاع البالون اروح اعمل ايه؟ اعمل فيرتيكال لاين. اعمل فيرتيكال لاين من البالون يروح نازل على الجراوند يعمل 90 ديجري كده. الترينجل ماله؟ ادي الترينجل قدام حضرتك. سيبك بقى من الاليفيشن والفيبريشن وسيبك من كل اللفظ بتاع المساله وترجع كانك بتعمل سولفنج لرايت انجل بالترينجل. يبقى انت الحدوته بتاعت المساله اصبحت مالهاش قيمه عندما الرسمه ايه؟ اترسم خلاص. اصبحت اتعامل مع رايت انجل ترينجل. تمام؟ الحدوته بتاعت البالون خلاص ما لهاش لازمه، الحدوته دي ادتني الرسمه بس، اصبح قدامي دلوقتي رايت انجل ترينجل عاوز الاوبوزيت سايد بتاع الثيتا دي. عاوز الاوبوزيت سايد، طبعا احنا لما بنتعامل مع رايت انجل ترينجل بنستخدم الساين او الكوساين او التان على حسب الانجلز اللي عندي. سمي ساديهم حروف يعني. تمام؟ A P C. أنا عايز مين؟ الهايت هنا. مين اللي بيريبريزنت؟ مين اللي بيمثله؟ A B. يبقى أنا عايز A B. طيب A B بيريبريزنت إيه الزاوية دي؟ الـ opposite side. ومعايا مين معلوم؟ الهايبوتونيوس. الـ opposite side مع الهايبوتونيوس يعملوا لي إيه؟ يعملوا لي ساين. يبقى ساين 41 equals AB
اللي هو اللي انا عايزه over 1810. يبقى AB equals A. يبقى sine 1810 times sine 41. والآن شوفوا بقى كالكوليت. نعم فين هي؟ لا دي ارتفاع دي elevation. انا بص مادام انت بتنزل لشيء above of your plane اعلى من مستواك تبقى elevation. انت بتنزل لشيء منخفض على مستواك تبقى depression. دي ده دي ايه اللي هي انخفاض؟ لا احكمي على الراجل اللي عند الزاويه ده الراجل ده انت تاخد دي او تحكم على ده. انا مش هاخد دي او تحكم على مين؟ على الشخص اللي من عند الزاويه ده بيبص فوقه ولا تحت؟ ده فوقه يبقى دي الليفيشن. طب ده بيبص ايه؟ تحت ويبقى دي الليفيشن وهم زي بعض زي ما قلت. تمام كده؟ دلوقتي ناخد بقى ايه؟ مور اكسرسايز على الانجلز اوف الديفيجن. اخر كونسيبت في اول الدور. هنعمل ديفيجن على اول الدور مش عارف الوقت. ليه كده عشان دي بس كم حاجه يعني عايز اقولها الساين على الاريا بتاعت الانجل. احنا واخدين ان الانجل اريا بتساوي ايه؟ الترينجل اسف ترينجل اريا تحت المثلث 1 اوفر 2 تايمز بيس تايمز هايت. ده اللول الوحيد اللي احنا واخدينه لايه؟ للاريا ترينجل. حلو كده؟ الواقع فيه اكثر من لود تاني للاريا ترينجل ممكن تستفيد بيهم وانت بتحل. الكونسيبت ده مش موجود اصلا بس انا هديهولك علشان ممكن يحل لك اي مشكله. أول لون إحنا عارفينه اللي هو هامر أوفر القاعدة اللي هي البيس بتاعت المثلث تايمز اللي الارتفاع اللي هو إيه؟ حلو الكلام؟ نص طول القاعدة. طب افرض المثلث ما فيهوش ارتفاع ما كانش فيه هايت اصلا تمام؟ ولو احنا عملنا عمل وعملنا الهايت مش هنعرف نجيب طوله تمام؟ كان المثلث ما تقدرش تجيب الهايت بتاعه. قال لي عندك تو لودز تقدر تقولها الاريا اوف ترينجل. اللود تاني هاف تضربه لي في البلد في A داش اللي هو أحد الدرعين في B داش اللي هو الدرع الثاني في ساين الأنجل اللي ما بين A داش وB داش اللي هي مين؟ اللي هي C. القانون ده اللو ده يوفر عليك إن أنت تبذل مجهود في إيجاد الهايت لو هو مش موجود. هو لو الهايت موجود يبقى زي الفل ممكن نستخدم الفيرست رول اللي احنا متعودين عليه نص القاعده في الارتفاع. انما لو الهايت مش موجود بس ايه اللي موجود بديلا عنه؟ موجود ضلعين والزاويه اللي محصوره ما
ما بينهم، عندي two sides موجودين والانجل اللي between them موجودة، ساعتها يبقى القانون دوت هو الأفضل. half over a dash times a dash times b dash times sine theta. طب افرض عندي الضلع b dash و c dash وعندي الثيتا اللي اسمها a، يبقى القانون ده يبقى شكله ايه؟ half c dash b dash sin a، او half a dash c dash sin b. يعني من الاخر اي ضلعين تختارهم اختار الزاويه اللي هي محصوره ما بينهم، يبقى القانون ده ممكن يكون في بعض الحالات ممكن يسقط ولا يسقط. بعدين في القاعده بتاعت هنا في عالم جالس الميران استنتج برضه القاعده، بس يعني دي مش على بس هناخد. افرض عندك ترينجل ما فيهوش اي سيتا، ما فيهوش ولا سيتا، تمام كده؟ امال فيه ايه؟ 3 سايدز فقط. طبعا احنا نقدر بالكوزاين لو نجيب السيتات نقدر، بس انا عايز اجيب الاريا باستخدام بس ال 3 سايدز، استخدام بس ايه؟ ال 3 سايدز. مش عايز يعني انا ممكن اجيب الانجلز باستخدام كوزاين لو، لا عايزه بس بالسايد. خد بالك هتجيب البريميتر بتاع الترينجل اللي هو المحيط اللي هو ايه؟ هتجيبه ازاي؟ هتجيبه مع مؤقت ثلاثة هيبقى معاك المحيط، تمام كده؟ قاعدة هيرم هيرمز او قاعدة هيرمز بيس قاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان المساحة بتساوي، عايز تبقى معاك انت جبت الايه؟ جبت البريميتر، تمام؟ اللي هو المحيط جبته ازاي؟ ايه داش بس بي داش بس حلو، هتجيب لي هاف بريميتر نص المحيط، نص ايه؟ المحيط. وهتسميه اي اسم، تعالى نسميه ايه؟ نسميه مثلا ار، نسميه اس، نسميه اكس. يبقى انا جبت المحيط طلع 10، يبقى الاكس بتاعنا 5، يبقى الاكس دي بتمثل نص المحيط. هنيجي بقى هيرو، هيرو بيقول ايه؟ square root 2 x افتح arcs x minus a dash times x minus b dash times x minus c dash. ادي يا جماعه اهو ادي القاعده بتاعت هم اللي تقدر تجيب لك الاريا بتاعت الترينجل بمعلوميه الثري سايدز فقط من غير ما يكون معاك ولا انجل نوت. طب معاك انجل لا يبقى لا، تمام؟ يبقى في هرم بنعمل ايه؟ اول حاجه بنجيب البريميتر بتاع الترينجل بجمع a داش بلس b داش بلس c داش. جبنا البريميتر بتجيب لي هاف، بتجيب نصه، وهنفترض ان نصه ده هتمثل ايه؟ اكس. عوض بقى في القانون بتاع قاعده هرم، هرم سبيس سكوير روت 2، اول حاجه اكس لوحده بقى اكس بره، وبعدين 3 اركس كل واحد فيهم فيه اكس ماينس واحد من السايدز، فاكس مره ماينس اي داش مره اكس ماينس بي داش مره اكس ماينس سي داش، يدي لك الاريا بتاعت الترينجل، اريا اوف ترينجل وزاوية انجلز، تمام؟ يبقى احنا ما بقاش معانا 1 لو يحسب من الاريا، اصبح معانا 2 لوز 3 لوز مع مع هيرو طبعا. خد بالك ممكن نعمل فيرتيكال ونستخدم فايس فورسيا، تمام؟ برافو عليك، صحيح، تمام. في اضافه تاني عايز اضيفها، في حاجه اسمها
سيركل اللي هي الدائرة الخارجة للمثلث. شفنا خدنا في التعداد أي تريجل نقدر نرسم له سيركل بتمر بالثري بوينتس أو الثري أنجلز دول. الدائرة دي كنا بنسميها بالعربي الدائرة الخارجة للمثلث اللي هي السيركم سكايب سيركل. ده البيز الاصلي، ده الساين لو الاصلي، بس احنا عملنا اضافه في السيشن اللي فات فاكرين بتاع مشروع المقدمات والتوالي. لو احنا عملنا اضافه فيها مجموع المقدمات A داش بلس B داش بلس C داش هيدينا ايه فوق؟ هيدينا بالبيت هيدينا بالبيت هيدينا بالبيت. طب sin A plus sin B plus sin C. Equals. في إضافة تانية للsin low. في إضافة تانية للsin low. والإضافة دي بتعتمد على الراديوس بتاع الدائرة دي. الدائرة الخارجية. السيركيم سكراير سيركيم. دي الدائرة الخارجية أكيد ليها رجل اللي هو إيه؟ نصف القطر. نصف القطر أهو النسبة بتاعت الصغير equals 2R. 2R يعني إيه؟ يعني الدنيا نقط مين؟ نقط مين؟ نقط السيركم سكرايب سيركم. يبقى إذا الساين لو أصبح بالإضافة عشان لو سألك وقال لك فايل ذا ريديو في سيركم سكراير سيركم سكراير سيركم يعني اوجد نصف القطر روح انت مساويها باي نسبه معلومه من دول وتقسم على الاثنين تمام كده يبقى عندي الساين لو اصبح متعدد. تعالوا نشوف مثال أنا هعمل مثال لفظي. هعمل مثال لفظي. تمام؟ خد بالك بقى عشان أنا هدخلك الرايت أنجل تريجن مع أوبتيوس أنجل تريجن. دي مشكلة؟ مشكلة بس. هنا في تاور. في إيه؟ تاور. برج. البرج ده على الأرض على الجراوند. خد بالك وركز معايا في حتة. كل المباني بنفترض قائميتها على الأرض. يبقى يقول لي أي مبنى نعم بس كده عشان يكون رايت أنجل ترينجل. كل المباني هوم سكول تاور ماونتن اي شيء بفترض انه قائم على الارض روك في البحر قائم. اقول لك الماونتن ايه في البحر؟ ادي ماونتن صح؟ انا مش هتعامل مع الماونتن منه انا هتعامل مع السيمتري دايم بتاع الماونتن مع خط التماسك بتاع الماونتن. هو الماونتن دوت بالكيرف بتاعه يعمل مسدس اصلا؟ الماونتين بالكيرف بتاعه المايل مش هيبقى مثلث. هو في مثلث يبقى كيرف كده؟ يبقى انا في الماونتين مش هتعامل مع الكيرف بتاع الماونتين، هتعامل مع السايمتريك لاين بتاع الماونتين، مع خط التماسك، كانه في خط التماسك الوهمي للماونتين.
تمام كده؟ هو اللي نازل منه. تمام؟ فبرضو هيبقى هيعمل رايت هانجل ترينك. فاذا كل المباني تمام؟ باستثناء برج بيزا يعني، عارفين برج بيزا؟ في ايطاليا هو متصمم اصلا مايل. تمام كده؟ هو مش قائم على الارض، مالناش دعوه بيه. واحنا بنتعامل على فرضيه ان المباني كلها قائمه على الارض من غير ما هو يذكر ذلك. الا اذا ذكر خلال ذلك. قال لك ديكلاينت مثلا تاور، برج مائل، ماشي. المهم انا عندي تاور وما قالش انه مائل يبقى قائم. جميل. هنا في مان كان واقف هنا راح قايس الاليفيشن انجل بتاع التوب اوف تاور. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ قاس زاويه الارتفاع بتاع قمه البرج. هنعمل ايه بقى احنا؟ نروح مطلعين ري ستريت لاين من عين الراجل من الرابط نفسه لغايه التوب اوف تاور. محمود الاسد طلعت 40 دقيقة. حلو الكلام. راجل ده عمل ايه بقى؟ راح الراجل ده مشي اواي اوف ذا تاور. اواي يبقى قرب ولا بعد؟ يبقى مشي اواي، يبقى ابتعد عن ايه؟ عن البيس بتاعت قائمة الأحلام. مشي 60 متر مبتعدة اواي من المستوى. راح وصل هنا راح قايس تاني الميجرمنت بتاعت الاليفيشن انجل بتاع التوب اوف ذا بار. قاس تاني في موقعه التاني زاويه الارتفاع بتاع قمه البرج. تفتكر زاويه الارتفاع هتبقى اكبر من 40 ولا اصغر منها؟ هتبقى اصغر منها. يبقى انا كل ما ببتعد عن الشيء زاويه الارتفاع بتضيق، كل ما اقرب. يعني عارفين البروجيكتور ده؟ انا دلوقتي باصص له، تمام كده؟ لما كل ما اقرب منه تلاقي دماغي بتعمل ايه؟ بترتفع كده. ما هو الانجل اوف اليفيشن عمال ايه؟ عمالة تزيد لغاية ما اوصل تحته هتلاقيني عملت كده، صح؟ الانجل عمالة ايه؟ تزيد تزيد. طب وانا ببعد عنه الانجل عمالة ايه؟ تزيد. يبقى لما الراجل وصل هنا راح قايس تاني الانجل اوف اليفيشن، خليها المرة دي يا جماعة صغيرة. حلو الكلام. لا 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 السكستي من الفيرست بوزيشن للسكند بوزيشن، لكنها مش شامله الديستانس بتاعت البيز، مش شامله الديستانس بتاعت قاعده البرج. السكستي بتمثل ايه يا جماعه؟ المسافه من الفيرست بوزيشن بتاع الراجل لما كان قايس 40 لغايه السكند بوزيشن لما بقت 25. السؤال فايند ذا هايت of the tower. اوجد ارتفاع البرج. انا عايز خد بالك، اول حاجه تعملها سمي المسلم، تمام؟ ايه التاور توب او اعلى نقطه في البرج، بي التاور بيز قاعه البرج، سي الفيرست بوزيشن بتاع المان، دي السكند بوزيشن بتاع المان. انت عندك كم مثلث في الليله دي؟ في مثلثين، واحد او ثلاثه المثلث كله يعني، تمام؟ واحد منهم رايت انجل ترينجل، واحد منهم اوبتيوس انجل ترينجل. خد بالك المثال الجميل البسيط الفظيع الجروب ده عرضوه كان بيحتوي على ايه؟ على وان انجل، على وان ترينجل. والترينجل ده كان ايه؟ كان رايت. فحالا انا بسهوله
طب بص اللي على الهايب بتاعها، هتلاقي ان المعلومات بتاعته مش كافيه انك تجيب الهايب اصلا. طيب ماشي حلو، بس خلينا في الاول نقول احنا هنعمل ايه عامه. اولا شغلك على التريننج ده مش هينفع. ليه؟ لان ما فيهوش غير 1 انجل او 2 انجل زي سيريس، لكن مفيش سايد. واحنا قلنا قبل كده ان عدم وجود سايد ما يسمحش بسولفنج التريننج اصلا، لازم يكون في سايد. احنا هنعمل ايه؟ اركن ده خالص لانه مش هيعرف يشتغل منه. تعالى للتريننج اللي فيه سايد، اللي هو ما اوبتوس. اه اوبتوس عاد، وانا هتهزم الاوبتوس. ما انا معايا الساين لو ومعايا معايا الكوساين لو، يبقى انا هشتغل على الاوبتوس، هشتغل على الكيوب، هشتغل على اي ريمن. يبقى اذا هنركن ده على جنب وهنشتغل على الاوبتوس اند التريننج. نجيب انهي سايد منه يا ترى؟ اكيد نجيب سايد ينفعنا في الرايت انجل ترينجل. يبقى نجيب الضلع الكومن، الكومن سايد، الضلع المشترك ما بينه وما بين الرايت انجل ترينجل اللي هو اي سي. بعد ما نجيبه هنقدر ساعتها نشتغل على الرايت انجل ترينجل لان هيبقى معانا سايد. شفت الخطوه مش ازاي؟ يبقى اول حاجه هنشتغل على الاوبتيوس، مش حبا في الاوبتيوس والله، احنا بنحب الرايت، بس الرايت مش قادر يشتغل. ليه؟ علشان مفيش سايد. يبقى اشتغل مؤقتا على الاوبتيوس، هات الكومن سايد، هات الضلع المشترك، وارجع اشتغل على الرايت انجل ترينجل. ايه رايكم؟ يبقى ده اكتيفيتي. يس دلوقتي حالا